مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم في حلقة جديدة من صباح اون تايم. على مدار ساعة ونص هنكون بنتابع مع حضراتكم ونناقش وكمان نحلل أبرز وأهم الموضوعات والأخبار الرياضية، بداية وانطلاقة أسبوع جديد بمعنويات مرتفعة بعد ما قدم النادي الأهلي الكبير كبير القارة السمراء وبكل التأكيد صاحب البصمة الكبيرة في كأس العالم للأندية بتسعة مشاركات كلهم مشاركات مشرفة، وإن شاء الله تكون النسخة دي بداية لخطوات أبعد كمان عن الميدالية البرونزية. أكيد نتيجة كبيرة وكمان أداء كبير ورائع من النادي الأهلي قدر يقدمه امبارح، هنكون بنتكلم عنه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة من صباح أون تايم، بجانب طبعا مناقشتنا لملفات أخرى سواء على المستوى المحلي أو كمان على المستوى الدولي. فخلونا سريعا نبدأ حلقتنا النهاردة. نبدأ كلامنا بعنوان منطقي، الأهلي المونديالي. امبارح النادي الأهلي أثبت أنه هو نادي المواعيد الكبرى. الأهلي في المونديال ما يعرفش الهزار، وبالرغم بعض التعثرات اللي كان ممكن يكون ليها بعض كده المعنويات اللي مش مرتفعة قوي بالنسبة للجماهير في بداية الموسم، لكن في المحفل العالمي حاضر، وكمان حاضر بقوة باسمه وبتاريخه وبشخصيته وكمان بالحضور الجماهيري الكبير جدا اللي شفناه داخل المدرجات. بطبيعة الحال حضور جماهيري كامل العدد في عرس كروي عربي رائع. النادي الأهلي بيكسب اتحاد جدة السعودي في وجود العالمي كريم بنزيما طبعا، في وجود بطل دوري أبطال أوروبا كانتي، وكمان نجوم العميد السعودي بثلاثية مقابل هدف لعب ونتيجة، عشان بكده يكون بيتأهل للدور نصف النهائي وبيخوض مباراة قوية مع بطل ليبرتادوريس فلومينينزي البرازيلي. مباراة كانت مميزة من كل لعيبة الفريقين وكمان من حضور جماهيري رائع، رسموا صورة مميزة جدا للمشجع العربي، وكان الحقيقة حاجة متحضرة وشكل ممتع جدا تابعناه من داخل الاستاد. وطبعا امبارح النادي الأهلي ومدربه مارسيل كولر عملوا واحدة من أفضل المباريات. ليه بنقول كده وتحديدا بالنسبة لمستر مارسيل كولر؟ لأنه قدر يدير المباراة بكفاءة كبيرة جدا، وقدر أنه هو كمان يكون بيوزع مجهود لعيبة فريقه على مدار التسعين دقيقة. الشوط الأول كان السجال ما بين الفريقين، لكن تحركات بيرسيتا وكهربا وكمان إمام عاشور قدرت تصنع الفارق بشكل كبير. نجح كمان النجم علي معلول في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، بعدها نجح عملاق حراسة المرمى في منتخبنا الأول وطبعا في كرة القدم المصرية مع النادي الأهلي في التصدي لضربة جزاء محمد الشناوي طبعا من نجوم فريق النادي الأهلي امبارح. وطبعا اللحظة دي كانت فارقة بشكل كبير جدا في نتيجة المباراة من أقدام الهداف الكبير كريم بنزيما، حاجة طبعا ترفع المعنويات بشكل كبير جدا، وأن النادي الأهلي يكون بينهي الشوط الأول وهو متقدم. بعدها نقدر نقول ان الشوط الثاني بدا بقى المدرب الارجنتيني مارسيليو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جده السعودي في زياده الفعاليه الهجوميه لاتحاد جده، ومعها طبعا نجح مارسيل كولر ان هو يكون بيغلق المساحات امام كانتي ورومارينيو من كمان اكتر من لعبه رائعه نجح كمان فيها حسين الشحات ان هو يكون بيسجل هدف عظيم رائع بلمسه مميزه ودقيقه جدا، ده كان في الدقيقه 59. ثم بقى قتل المباراة تماما إمام عاشور من أسيست من كهربا في الدقيقة 62 بهدف ثالث، بعدها دفع بقى مستر مارسيل كولر بالثلاثي كريم فؤاد طاهر محمد طاهر وكمان عمرو السولية بداية من الدقيقة 75 بدلا من كل من إمام عاشور وحسين الشحات وكهربا، وكمان قبل نهاية المباراة نزل ديانج ومودست بدلا من بيرسيتا وكوكا، وخرج مودست طبعا بعدها زي ما كلنا تابعنا بعد ما نزل يعني أرض الملعب بثلاث دقائق بعد ما أخذ كارت أحمر مع تدخله في التحام مع أحمد حجازي. قبل النهاية بدقائق بسيطة سجل كريم بنزيما هدف يعني لحفظ ماء الوجه لاتحاد جدة في الوقت بدل الضايع، ولكن طبعا كان خلاص النادي الأهلي حسم وحط رجليه الاثنين في نصف نهائي هذه النسخة من كاس العالم للأندية، علشان يمر الوقت سعيد جدا على جماهير النادي الأهلي اللي احتفلت فيها مدرجات بفوز ولا أجمل في بطولة كبيرة جدا وبيتأهل للدور نصف النهائي. شكل جمهور النادي الأهلي يفرح، وتواجدهم على مدار بقى الاحتفال ما بعد انتهاء صافرة أحداث المباراة حاجة مشرفة جدا، واحتفال الجماهير مع اللعيبة واللعيبة وسعادتهم الكبيرة وكم الضغوط اللي كانت على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني والمجلس بطبيعة الحال طبعا قبل المباراة، ازاي كل ده تحول في أرضية الملعب إلى دوافع. ولما بنقول هوية النادي الأهلي وتاريخه وشخصية البطل والخبرات اللي اكتسبها من ماتشات كبيرة جدا قدمها على مدار تسع مشاركات
مشاركات في كاس العالم للأندية، كل ده مش بيروح كده هدر، لا كل دي بتكون خبرات بتتراكم، لأن احنا بنتكلم عن عدد مش قليل خالص، تقريبا 90% من اللعيبه دي كانت موجوده في النسخه اللي فاتت من كاس العالم للانديه وواجهوا ريال مدريد، حتى لو لم يوفقوا في هذه المباراه، ولكن اكتساب الخبرات واللعب امام لعيبه كبيره الرهبه بتاعته خلاص بتقل بل بتروح خالص، وده اللي شفناه امبارح في مواجهه لعيبه النادي الاهلي لابرز واهم النجوم على مدار تاريخ كره القدم الحديثه، اللي شفناهم بيشاركوا في ابرز الماتشات وابرز الدوريات الاوروبيه، قدروا ان هم يكونوا بيوقفوهم وقدروا ان هم يكونوا بيتفوقوا عليهم كمان. خلونا ناخد راي ونشوف بقى يعني سعادة واحد من نجوم نادي الأهلي السابقين الكابتن عمرو الحديدي بينضم إلينا عبر الهاتف. يا كابتن عمرو صباح الخير على حضرتك وأكيد بنبارك لك. صباح الفل يا مريم، الله يبارك فيك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه والمدير الفني بكل تاكيد، والف مبروك لكل الجمهور المصري اللي لازم يكون بيتشرف ان النادي الاهلي بيمثل مصر وبيمثل افريقيا بهذا الاداء الرائع. بص يا مريم، لازم نبقى مقتنعين ان النادي الاهلي المباراه ديت كانت بتتكلم على استعادة الاسم الكبير، استعادة النجم الكبير، زي ما انا يمكن انا قلتها في تويته معينه، قلت ايه؟ النسر الاهلاوي خطف النمر الاسيوي، النسر الاهلاوي خطف النمر الاسيوي. النادي الاهلي اما بيتحط تحت ضغط بيبان امكانياته، بيبان معدنه، اللعيبه والصفقات اللي احنا شفناها بعدد 188 مليون يورو، يعني بنتكلم ضعف قيمه التسويقيه للنادي الاهلي ثلاث مرات، فوبيانو بس ب 38 بقيمه تسويق النادي الاهلي، اعتقد النادي الاهلي اشتغل على نفسه. عايز اقول المكسب جاي من الجمله دي، مرونه كولر، مرونه كولر مكسب النادي الاهلي، كولر كان مرن مع لعيبته، احتوى لعيبته، اشتغل على لعيبته، غير طريقه لعبه، بقى بيسمع للي حواليه، ما بقاش هو صاحب السمع الاول والاخير والقرار ليه الاول والاخر. بقى مرن، الراجل غير طريقه لعب امبارح، مش جايباني من اخر الدنيا عشان تلعبيني زي كوكا، هو قال لكوكا انا واثق فيك وكوكا قال له انا رديت الجميل، الاداء والشغل من بعيد قوي، يعني انت جايباني بتقولي لي انت ما بتلعبش في الدوري وبعدين بديك كاس العالم للانديه. ده ثقه، ثقه مدير فني، ثقه لعيب في امكانياته، الراجل اشتغل بكوكا سته على اساس يبني مهام لمروان في ثمانيه، ان هو مميز فيها من ايام ما كان في الاتحاد اكثر من ألي ديانج. لعيبه النادي الاهلي كلها كانت متحمله المسؤوليه باسم النادي الاهلي، والتحمل المسؤوليه الفرديه ان كل واحد بيقول انا موجود، اذا كان حسين انه ما كانش في اجمل حالاته ولا امام ما كانش في اجمل حالاته، بس برضه عايز اقول كلمه مهمه قوي، امام عاشور انكار الذات اللي عمله كهربا امبارح، هو بيقول له جيب جون يا امام انت عمرك ما هتندم من نجيت النادي الاهلي. خلاص الموضوع بقى ايه؟ كان محتاجها دلوقتي، هو حسين وامام كانوا محتاجين الجون ده دلوقتي. مفهوم جدا. الحقيقه انه التحول اللي شفناه في اداء النادي الاهلي، لان الكل كان بيعمل مقارنه بظهور النادي الاهلي في الفترات السابقه سواء في الدوري او في دوري الابطال، حاجه هي دي اللي بنقول عليها شخصيه البطل، ولكن من وجهه نظرك ايه اللي اتغير في اداء النادي الاهلي في مباراه امبارح بالتحديد مقارنه باللقاءات اللي فاتت اللي كان بيهدر فيها الاهداف واهدر كمان نقاط فيها سواء في الدوري او في دوري الابطال؟ مكسب النادي الاهلي امبارح هو الجماعيه في الاداء، الجماعيه في الاداء. يعني محمد هاني امبارح انا بقول له لو انت مستواك كده انت تلعب منتخب عالم، انت امبارح كنت ظاهر بمستوى حسن كادش وبعديه احمد مسعود، يعني انت كنت اكثر من رائع. كانت في ما فيش ربط كتير قوي بينك وبين تاو، بس كان باين شخصيتك، التسلم والاستلام بالحركه ياسر، وانت حاطط في حساباتك فرديا انا بلعب على كريم بنزيما احسن لعيب في الدوري الفرنسي بل احسن لعيب في العالم، لعبت عليه. عبد المنعم انا راجع من اصابه ما كانش فيه فلسفه، كنت بلعب المضمون عشان ابقى مأمن نفسي. علي معلول انا بلعب على قد تتر المباراه، امتى الزياده وامتى الربط في الهدوء ان انا بربط بيني وبين كوكا، بدي المهام الدفاعيه ليا وبدي المهام الهجوميه لحسين الشحات. مروان وامام رغم ان امام في الاول عمل 3 4 ميس باس بس دخل في الجيم. بصي كل مدير فني امبارح اشتغل على نفسه، اشتغل على قرايه المباراه اول 10 دقائق. الشناوي كان سد منيع الكرة الأولى بتاعت فيصل الغمري، هدف أكثر يعني مليون في المية جون اللي اتصدمت في سد الشناوي في الدقيقة 13، ابتدى النادي الأهلي يفوق، ابتدى النادي الأهلي يغير طريقة اللعب، ابتدى النادي الأهلي يدور على اللامركزية، ابتدى يشتغل تاو وحسين وإمام. أهم مكسب النادي الأهلي إن أنا بستغل الكونتر أتاك في الهجمة المرتدة بإيجابية، رحت باثنين، رحت باثنين بل رحت بخمسة، رحت بتاو واحدة فردية، رحت بمحمد هاني لغاية مرمى عبد الله، رحت بواحدة من بيرس تاو، أما اللي جولي
كنت بتعامل معاهم باحترافيه، اللي هي كره حسين الشحات وكره امام عاشور، يبقى الكونتر اتاك الايجابي اللي استفاد منه كولر مع التامين الدفاعي ان مرمايه ما يستقبلش اي حاجه، هو ده مكسب النادي الاهلي اللي ظهر امبارح بيه. بكل تاكيد بنبارك لحضرتك وبنبارك لنفسنا طبعا علشان النادي الاهلي يعني كان اداؤه مشرف جدا، وباذن الله يكون بيستكمل كمان مشواره بالشكل ده ويكون كمان في زياده في المستوى وتدرج في المستوى، بما انها يعني بطوله مجمعه حتى لو على شكل بسيط. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكابتن عمرو الحديدي واحد من نجوم نادي الاهلي السابقين كان معانا عبر الهاتف، وخلونا كده يعني نكمل في تفاصيل اكتر عن اصداء هذه المباراه، وخصوصا ان ممكن يكون في بعض التساؤلات فيما يتعلق بحاله الطرد اللي تابعناها امبارح في كاس العالم للانديه، وتحديدا لمودست بعد ما نزل ارضيه الملعب بما فيش 3 دقائق بيخرج امام اتحاد جده بكارت احمر، فخلاص تاكد غياب الفرنسي انتوني مودست عن مشاركه مع النادي الاهلي في مباراه فلومينينزي البرازيلي. مودست تعرض للطرد في الدقيقه 90 بعد دخول المباراه بس 3 دقائق، ولائحة كاس العالم بتنص على انه اذا طرد لاعب او مسؤول لاي فريق سواء لحصوله ببطاقة حمراء مباشرة او غير مباشرة فده هيتم ايقافه تلقائيا في المباراة التالية لفريقه، بالاضافة الى ذلك قد يتم فرض عقوبات اضافية في حالة البطاقة الحمراء المباشرة. ولكن يعني بالورقة والقلم مودست مش هيكون حاضر في مباراة نصف النهائي، المباراة اللي بعدها اللي باذن الله تكون المباراة النهائية ممكن يكون بيعود مرة تانية للمشاركة مع النادي الأهلي تحت قيادة مستر مارسيل كولر. خلونا بقى نروح لتصريحات مستر مارسيل كولر نفسه المدير الفني طبعا للنادي الأهلي، وبعد المباراة العظيمة اللي قدمها الفريق امبارح تحت قيادته، واللي قال بعدها ان اللعيبة قدموا مباراة كبيرة امام منافس مميز، وقد اقيمت المباراة على ملعب جيد والاجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة. وصل تصريحاته وقال جهزنا نفسنا بشكل جيد للمباراة بالوصول مبكرا قبل اللقاء، والشناوي نجح في التصدي لركلة جزاء في وقت حاسم، وكل اللعيبة لم يقصروا بأي نقطة عرق. أضاف كولر أن فريق فلومينينز البرازيلي منافس قوي ومميز، وأن النادي الأهلي هيكون بيستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهم في نصف نهائي البطولة. وأضاف كمان لم أخصص لاعبا معينا لمراقبة بنزيمة في المباراة، والفريق كان أداؤه جماعي في اللقاء، وكشف كمان أنه هو سعيد علشان أخيرا تخطينا مرحلة إهدار الفرص، والمهم الحفاظ على مستوانا وشخصيتنا، ويجب استغلال الفرص وتحويلها لأهداف، وبتمنى أن تكون مباراة الاتحاد بداية مميزة لهذا الأمر. خلونا كمان نروح لتصريحات مارسيليو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، واللي وصف الهزيمة اللي تعرض ليها فريقه أمام الأهلي بالمؤلمة والساحقة. وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء هزيمة مؤلمة وساحقة جدا، ولكن علينا أن نتجاوزها للاستمرار. الهزيمة مؤلمة ولكننا متأهبون للتعايش مع الخسارة أو الفوز لكي نعود مرة أخرى. وقال كمان لا ننسى أن هناك العديد من الإصابات، وقبل 3 أيام كان الأداء جيد، وكنت بتمنى استمرار الفريق بنفس المستوى أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا والذي كنا نعلم أنه سيشكل خطورة علينا. قال كمان أهدرنا بعض الفرص، كذلك بنزيما أهدر ركلة جزاء، والهدف الثاني في مرمانا كان محبط، كان بإمكاننا تسجيل هدفين على الأقل لكننا لم نستطع المقاومة وإيقاف خطورة الأهداف. ما علينا الآن أن نتدارك ونواصل العمل. ووضح كمان أنه كان بيرغب في تحقيق الفوز لكن ما قدروش يوصلوا للهدف ده، مشيرا الى انه بيتفهم حالة الاحباط، ولكن عليهم ان يستوعبوا ما حدث والعمل على تصحيح الامور في الفترة المقبلة. خلونا برضو نروح لأبرز تعليقات نجوم النادي الأهلي وكمان تصريحاتهم بعد المباراة، ونبدأ من عند يعني الميزة بتاعت اللقاءات الكبيرة اللي بتعرف فيها إن الفريق كان أداؤه مميز. لما تكون محتار ما بين أفضل لاعب في المباراة بتحس إن أنت عندك أكتر من لاعب يستحق لقب أفضل لاعب في المباراة، وده اللي حصل امبارح من أداء عظيم من تقريبا كل اللعيبة اللي شاركت في أرضية الملعب مع النادي الأهلي. مروان عطية هو اللي كسب رجل اللقاء، ولكن بكل تأكيد محدش يقدر يكون يعني بيغفل الدور الكبير اللي كان بيقدمه محمد
محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي واللي تألق امبارح، وكمان أعرب عن سعادته بعد فوز فريقه على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، مؤكدا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية كما أن الجمهور كان حافز كبير لكل اللاعبين. وقال الشناوي: كانت مباراة كبيرة ولعبنا مع فريق كبير بحجم اتحاد جدة ونجحنا في تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. علينا أن نحتفل بعد الصعود إلى نصف النهائي مونديال الأندية وكمان نغلق الصفحة تماما لنبدأ في التركيز في المباراة القادمة. قال: لم يكن لدي شك 1% في لعيبة الأهلي والجهاز الفني، ومن أول المباراة واثقين في الفوز لأن الأهلي بيدخل أي بطولة من أجل المركز الأول. وكمان عن تصديه بقى لركلة جزاء بنزيما قال الشناوي: توفيق من ربنا وبنشتغل على نفسنا لتقديم الأفضل وحل كل المشاكل الفنية اللي بتواجه الفريق. كل التحية والتقدير لمحمد الشناوي اللي دايما حاضر وحاضر بقوة، وبالرغم من كل المسؤولية اللي بتقع دايما على أكتافه كونه يعني نجم كبير وكونه طبعا كابتن النادي الأهلي وكمان كابتن لمنتخبنا الوطني ضمن كباتن كتير، ولكن يعني قيمة كبيرة جدا محمد الشناوي طبعا بالنسبة للنادي الأهلي. فإحنا سعداء إن هو طول الوقت مهما كان في ضغوط بتبقى بتقع عليه هو بيبقى قادر يتحملها وبيحول كل ده لمستوى عظيم جدا بيقدمه داخل أرضية الملعب. خلونا برضو من الشناوي نروح ونتابع مع حضراتكم بعض التصريحات من لعيبة النادي الأهلي بعد المباراة: علي معلول، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، وكمان نرجع بعدها ونكمل بقية أخبارنا. ومن السعادة طبعا بعد تحقيق فوز مهم جدا والصعود إلى المربع الذهبي في كأس العالم للأندية 2023، خلونا نروح للصعيد الآخر ونتابع تصريحات لعبدالله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة وأحمد با مسعود لاعب الفريق بعد الخسارة أمس، ونرجع مرة تانية. هارد لك أكيد لفريق اتحاد جدة السعودي، ولكن أكيد استعدادات كبيرة من النادي الأهلي لخوض اللقاء القادم في المربع الذهبي وفي مباراة نصف النهائي. وكمان نادي فلومينينزي البرازيلي علق بقى على مواجهته أمام النادي الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمرتقبة والمنتظرة واللي هتكون يوم الاثنين اللي جاي. وكتب فلومينينزي عبر حسابه الرسمي عبر منصة أكس: سنواجه النادي الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، دعونا نفوز. خلونا برضو نروح ونشوف تصريحات لواحد من لعيبة فريق فلومينينزي جون أرياس جناح الفريق، واللي اتكلم عن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية، فخلونا نشوف قال إيه ونرجع مرة تانية. كمان علق الاتحاد الدولي فيفا على تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد انتصاره على اتحاد جدة السعودي، وكتب حساب فيفا عبر حسابه على منصة أكس: الأهلي لنصف النهائي بعد فوز مقنع على الاتحاد. كمان كان في حرص من الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي مانشستر سيتي على تهنئة النادي الأهلي المصري بالفوز على نادي اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، ونشرت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي باللغة العربية تهنئة للنادي الأهلي وكتبت: تهانينا للنادي الأهلي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. مليون مبروك للنادي الأهلي ومبروك لجمهور النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللعيبة وكمان الجهاز الفني، ومبروك لكرة القدم المصرية، فوز كبير جدا على واحد من أهم وأكبر الأندية السعودية وكمان على مستوى قارة آسيا، وإن شاء الله القادم أفضل في مونديال العالم للأندية. وخلونا بما أننا بنتابع يعني أصداء هذه المباراة، وزي ما قلت لحضراتكم من شوية مروان عطية هو رجل المباراة وعن استحقاق، ولكن من كتر ما كان فيه لعيبة كتيرة جدا في أفضل حالتها في هذه المباراة وكانوا ظاهرين بشكل جيد والأداء الجماعي كان حاضر والأداء والنتيجة كانوا حاضرين زي ما كلنا تابعنا 90 دقيقة، فممكن يكون سؤال حلقتنا النهاردة منطقي شوية: من وجهة نظرك مين هو أفضل لاعب في النادي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي أمس في مباراة ربع النهائي في كأس العالم للأندية؟ هنكون بنستعرض بعض الإجابات اللي جات لنا من متابعينا عبر قنوات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقنوات أون تايم سبورتس مع نهاية الحلقة. وإحنا كمان لسه بنتابع توابع فوز
فوز النادي الأهلي امبارح وإعلان السيد عامر حسين المشرف على إدارة مسابقات كرة القدم تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك في دوري نايل اللي كان مقرر لها يوم 15 فبراير المقبل بعد تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية. قال الأستاذ عامر حسين إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 15 أو 16 فبراير اللي جاي. كمان أضاف المشرف على إدارة مسابقات الكرة المصرية مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك كان مقرر ليها يوم 15 فبراير اللي جاي، لكن بعد تأجيل الكاف لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أصبح من المستحيل إقامة لقاء القمة في هذا الموعد. فيعني الجولة الرابعة من المنافسات الإفريقية خلاص كانت هتبدأ في خلال الأيام اللي جاية، ولكن بسبب استمرار الحمد لله النادي الأهلي في مشواره في كأس العالم للأندية ده اللي ممكن يكون بيأخر بقى شوية الجولة الرابعة بالنسبة له وبيأجلها، وعلى يعني إثر هذا القرار هنكون بنشوف كمان تأجيل أو تغيير لموعد مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك في دوري نايل. الحقيقة للنادي الأهلي ويؤكد حضوره 9 مشاركات في كأس العالم للأندية على مدار تاريخه، 4 نسخ متتالية موجود ضمن أفضل وأهم أندية العالم في هذا المحفل الدولي الكبير. النادي الأهلي بيستكمل مشواره بالرغم من التحديات في هذه النسخة من كأس العالم للأندية 2023. إن شاء الله إلى النهائي، يلا يا أهلي، وبإذن الله نكون بنتابع مباراة يوم الاثنين ونكون سعداء جدا بوصول النادي الأهلي لخطوة متقدمة بشكل أكبر في مشاركته من كأس العالم للأندية. من النادي الأهلي نرجع مرة تانية للأجواء المحلية ونروح للدوري المصري دوري نايل، ويوم الخميس انطلقت مباريات الجولة 9 وأقيمت امبارح 3 مواجهات من مباريات دوري نايل في هذه الجولة، وكان أولها تعادل سلبي جمع الداخلية مع فريق سموحة علشان يرفع الداخلية رصيده للنقطة 7 في المركز 16، في المقابل رفع سموحة رصيده للنقطة 13 في المركز 9. المباراة الثانية واللي جمعت طلائع الجيش مع المقاولين العرب شهدت أول فوز لنادي المقاولين مع مدربه الجديد الكابتن طلعت محرم بهدفين مقابل هدف بعد ما كان متأخر بهدف سجله شيكا في الدقيقة الثالثة. نجح محمد سالم مهاجم المقاولين في تسجيل هدفين، الأول كان في نهاية الشوط الأول والثاني كان في الدقيقة 62 من عمر المباراة علشان يكون بيرفع المقاولين رصيده للنقطة 7 وبيتقدم للمركز 15 في المقابل. توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 14 في المركز 6 مع مدربه الكابتن عبد الحميد بسيوني. المباراة الثالثة والأخيرة جمعت فاركو مع زد في ملعب الجيش في برج العرب وانتهت بفوز جالي لنادي زد بهدفين مقابل هدف بعد ما كان متأخر بهدف في الشوط الأول لصالح فاركو سجله محمد فخري في بداية المباراة. نجح بعدها في الدقيقة 60 رأفت خليل في تعديل النتيجة لنادي زد بهدف التعادل، ثم أضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66 من ضربة جزاء علشان يتوج زد بمجهوداته بثلاث نقاط مستحقة. رفعت رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني بعد نادي بيراميدز في المقابل. توقف رصيد فاركو عند النقطة 5 وتراجع للمركز 17 في جدول الترتيب لأول مرة من بداية المسابقة. النهارده هيكون عندنا مباراة وحيدة هتجمع امبي مع الاسماعيلي وهي مباراة خارج التوقعات، امبي معاه 10 نقط في المركز 13 في المقابل نادي الاسماعيلي معاه 7 نقاط في المركز 14. طبعا بنتمنى ان شاء الله نشوف النهارده استكمال الجولة 9 وماتش يكون ممتع، اكيد هتكونوا بتتابعوه عبر قنوات اون تايم سبورتس وتحديدا اون تايم سبورتس 1. مشاهدينا لسه مكملين كلامنا ولكن نروح لهذا الفاصل ثم نواصل، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ونستكمل تفاصيل حلقتنا النهاردة ونروح للكرة الأوروبية. والنهاردة طبعا السبت الممتاز عندنا مجموعة مهمة من المباريات في الدوريات الأوروبية، خلونا نستعرض مع حضراتكم أبرز هذه اللقاءات والبداية مع البريمير ليج وتحديدا الجولة 17 الساعة 5 في مواجهة ما بين تشيلسي وشيفيلد يونايتد، وفي نفس الميعاد مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس.
أبرز مباريات الدوري الإسباني في نفس الجولة، الجولة 17 الساعة 5:15 أتلتيك بلباو في مواجهة أتلتيكو مدريد، والساعة 10 فالنسيا في مواجهة برشلونة. في التقرير التالي هنتابع مع حضراتكم أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية ونعود مرة تانية. طبعا بنتكلم عن لقاءات ممتعة جدا هنكون نتابعها على مدار يعني هذه الجولة 17 في الدوريات الأوروبية على مدار الأيام اللي جاية. وخلونا من الكورة نتكلم في موضوع تاني خالص، ودايما بنحاول نقرب حضراتكم أكتر من رياضات مختلفة. والحقيقة الرياضة اللي هنتكلم عليها يمكن مش كل الناس تعرف تفاصيل عنها، وهي رياضة اليوجا. اليوجا طبعا من أقدم التقاليد الشرقية اللي بتمارس لتحسين الصحة بشكل عام، والحقيقة إن اليوجا بتعتبر النهاردة من أكثر أنواع التمارين البدنية والروحانية شهرة وانتشارا في جميع أنحاء العالم، واللي بيميزها هو تكاملها الفريد بين الحركة الجسدية والتنفس وكمان التركيز العقلي. طيب إزاي بقى نعرف إن اليوجا مفيدة لتحسين الصحة النفسية؟ إزاي نستفيد منها بالشكل الأمثل؟ وكمان إزاي نخليها ضرورة في حياتنا؟ إزاي كمان نقدر نوفر وقت ليها، وده اللي ليه علاقة بالهدوء النفسي. فخلونا نقرب أكتر من المشهد ونروح للقاء عملناه مع مدربة اليوجا سندريلا عبد المطلب، ونعرف بشكل أكبر فوائد ممارسة رياضة اليوجا بشكل عام، ونرجع مرة تانية لحضراتكم. الحقيقة إحنا في حياتنا بنستعمل جسمنا دايما بشكل مش مظبوط، فبنقعد غلط، بنقف غلط، وما بقاش عندنا وقت إننا نفكر إحنا بنستعمل جسمنا إزاي. أجمل حاجة في اليوجا إنها بتخلي عندك الوقت، أو عندك الوقت اللي يخليك تبدأ تفهم جسمك فيه إيه، إيه المشاكل اللي فيه وإيه أسبابها. هل أنا بقف غلط فده اللي عامل لي ألم في ظهري مثلا؟ هل أنا باكل غلط؟ هل أنا باخد حاجات كتير على أعصابي؟ فاليوجا بتخليك تفهم نفسك كأنك كتاب مفتوح، وبالتالي بتعرف تحافظ على صحتك الجسدية. العمود الفقري ده حمال الأساسية بتاعنا، يعني هو شايل وزن الجسم كله، واحنا مش مدين له حقه خالص، مع انه هو اهم حاجة في جسمنا، من اهم الحاجات في جسمنا. اليوجا بتقوي العضلات اللي حوالين منطقة البطن واللي حوالين منطقة الظهر، وبالتالي بتحمي العمود الفقري. احنا بين كل فقرة وفقرة عندنا حاجة بين الفقرات زي مخدة، كأن بالظبط مخدة محشية جلي. المخدة دي عشان تمتص الصدمات، وعلشان تدي العمود الفقري بتاعنا مرونة وحرية في الحركة. لما أنا بستعمل العمود الفقري غلط، اللي بيحصل إن المخدة دي بتبدأ تنشف، أو تبدأ يحصل لها نوع من أنواع الإصابات، وتبدأ تضغط على الأعصاب، وتبدأ تسبب لي آلام شديدة جدا في العمود الفقري، في رجلي، في منطقة الوسط كلها. اليوجا بتقوي العضلات دي كلها بشكل قوي جدا. فلو أنا عايز أحافظ على العمود الفقري بتاعي واتمرنت التمارين اللي هتقوي العضلات دي، معناها ان انا بشيل الحمل عن العمود الفقري، وبالتالي مش هيبقى فيه الام. اكيد مش بس ان احنا الالم يقل، احنا بنوصل لمراحل الحمد لله مع الناس ان الالم شبه بيختفي. يعني في ناس بتبقى حركتها صعبه جدا وتقيله جدا، ولما بيروحوا للدكتور والدكتور بيرشح اليوجا، لما بيتمرنوا بيعيشوا حياه طبيعيه كان ما حصلش اي نوع من انواع الاصابات، بل على العكس بيستمتعوا بجسمهم بشكل جميل جدا، بيعملوا حاجات ما كانوش اصلا يقدروا يتخيلوها. يعني احنا بيجي لنا ناس مش عارفين حتى يطلعوا السلم، الحمد لله بفضل اليوجا وان هم يتمرنوا مع حد متخصص شهادته معتمده دارس كويس، الحالة بتتغير تماما وبيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي تماما. عرق النسا او عرق النسا اللي هو اسمه سياتيكا نيرف، الحقيقة ده من الحاجات اللي منتشرة جدا جدا بين الشعب المصري، وفي ناس كتيرة قوي بتعاني منه لان الامه شديدة جدا. ده ساعات في ناس ما بتقدرش تقوم من السرير بسبب الالم. لما بيروحوا للدكتور والدكتور بيسمح ان هم يبداوا يتمرنوا يوجا، لان اليوجا من افضل الرياضات ليهم، الحقيقه الالم بيبدا يقل بشكل غير عادي، لان بيحصل كذا حاجه ممكن تساعد، زي مثلا ان عضلات البطن والظهر تقوى فتشيل الضغط اللي حاصل على السياتيكا نيرف، او ان العضله اللي بتبقى ساعات في عضله عندنا بتضغط جامد قوي عليه، برده دي من اسباب الالم. اليوجا بتخلي العضله دي تبقى عضله صحيه فما بتضغطش عليه. فالحقيقة ده عرض عند ناس كتيرة جدا، اليوجا أخدت بإيديهم والحمد لله بقوا عايشين عيشة طبيعية تماما. وخلونا نعود مرة تانية لأجواء كرة القدم، ونروح لمتابعة مزيد من الأخبار في فقرتنا On Fire News.
ونبدأ أخبارنا مع نادي الزمالك، ودخل مسؤول النادي في مفاوضات مع محمد شحاتة لاعب نادي طلائع الجيش من أجل بحث إمكانية تضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فور حل أزمة القيد التي تواجه النادي في الوقت الحالي. فيما تواصل حدث يعني في تواصل حدث مع محمد شحاتة من جانب أحد المسؤولين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لبحث إمكانية تضم اللاعب لصفوف الفريق، وكمان رحب اللاعب بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء وطلب إنهاء كل التفاصيل مع إدارة نادي طلائع الجيش. ولسه مع أخبار نادي الزمالك، وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعدادا لخوض مباراة سجرادة المقبلة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري. وبيتصدر نادي الزمالك ترتيب مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي وسوار الجيني وسجرادة الأنجولي في الـ3 جولات السابقة بدور المجموعات. وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب خوض مباراة المصري أول أمس الخميس ضمن مباريات الجولة 9 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ولسه مع أخبار نادي الزمالك، واتخذ مجلس إدارة النادي قرار بتوفير طائرة خاصة لبعثة فريق الكرة للسفر إلى أنجولا لخوض مباراة سجرادة المقبلة. يأتي قرار مجلس الإدارة بتوفير طائرة خاصة لبعثة الفريق في رحلة أنجولا من أجل توفير سبل الراحة لجميع أفراد البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل أنجولا. طب مشاهدينا، احنا هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هنكون بنستقبل الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي لمتابعة لكل ما حدث في مباراة أمس ما بين النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، بتابع كمان يعني متابعتنا لمنافسة الدوري المصري ممتاز دوري نايل وكل ما حدث على مدار 8 جولات سابقة، وكمان الجولة 9 اللي بدأت من أيام قليلة. هنكون بنتكلم عن ملفات كتيرة، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. أداء كبير من نادي الأهلي الكبير على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى العالم، خلاص يعني لو في أي فرقة ممكن تكون مش عارفة مين النادي الأهلي، لا، النادي الأهلي أثبت نفسه، أثبت نفسه بشكل كبير جدا وحط اسمه ما بين كبار أندية العالم على مدار كل السنوات السابقة. فهذه الفقرة الحوارية هنكون بنتكلم عن لقاء النادي الأهلي ومشواره إن شاء الله كمان اللي هيكون بيستكمله في دور نصف النهائي أمام فلومينينزي البرازيلي، بجانب طبعا تطرقنا لملفات محلية سواء مع نادي الزمالك أو كمان على شكل المسابقة بشكل عام. سعيدة جدا بوجود ضيفنا النهاردة الدكتور طارق الأدور الناقد والمعلق الرياضي. يا دكتور طارق، صباح الخير على حضرتك. أهلا بك، صباح الخير يا مريهان، وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني احنا بنبارك لكل مصري على أداء النادي الأهلي ومشاركته المشرفة كالعادة في كأس العالم للأندية. هل توقعت أن النادي الأهلي في ظل بقى المعطيات اللي كانت محبطة بعض الشيء سواء للجمهور أو كمان للمحللين في الفترة اللي فاتت، أن النادي الأهلي هيكون بيظهر في هذا اللقاء بالشكل ده، بالأداء ده، بالروح دي، وكمان بالنتيجة دي؟ بصي، هو المعطيات ما قبل المباراة كانت بتقول ان النادي الأهلي ليس في افضل حالاته دلوقتي، على عكس الموسم اللي فات اللي يعني تمكن من الفوز بكل الألقاب، حتى رغم التوعكات اللي كانت بتقابله في سكته في البطولات السنة اللي فاتت، نجح كولر انه يعالج السلبيات اللي كانت موجودة. السنة دي ما قبل هذه المباراة، ودي المباراة رقم 17 للأهلي في الموسم دوت، خلال 3 شهور بالظبط من 15/9 لما بدأ بلقاء السوبر الأفريقي. بس عشان تعرفي إزاي النادي الأهلي بيواجه كان تحديات كبيرة جدا. احنا دلوقتي كده يعني الأهلي بدأ 15/9 مع اتحاد العاصمة الجزائري، ودلوقتي 15/12 في الـ3 شهور دول، دي البطولة رقم 6. 6 بطولات مختلفة، بدأ بالسوبر الأفريقي، بعد كده دخل في الدوري المصري، بعديها دخل في الدوري الافريقي لكره القدم اللي هو دوري السوبر، بعد كده بدا مشوار دوري ابطال افريقيا، ولعب في النص مباراه الكاس القديمه اللي هي كانت قدام انبي في الدور قبل النهائي، وبعدين امبارح كاس العالم للانديه، وبعدين بعد اسبوع تقريبا هيلعب الاهلي البطوله السابعه، اللي هو الدوري اللي هو السوبر المصري باربع انديه، السوبر الابطال ده اللي هو بالنظام الجديد. فتخيلي فرقه في خلال 3 شهور من انطلاق الموسم
تكون بتلعب في 7 بطولات مختلفة. دي نقطة ما يعرفهاش إلا اللي عايش الأجواء. يعني أنا زي ما أكون واحد بيذاكر في ثانوية عامة كده، أجي أقول له إيه، أنت بكرة هتمتحن كل المواد، هيحط بقى إيه الكيمستري على الماث على السوشيال على العربي، يعني هيحس بارتباك كله هيتلخبط. فهنا إيه، أنت بتشوفي إن مثلا النادي الأهلي ضمن إنه هيلعب لغاية يوم 22 22 يا ان شاء الله النهائي زي ما الناس جمهور الاهلي بيتوقع يا اما الثالث والرابع. بعد 72 ساعه هيروح دوله تانية خالص الامارات عشان يلعب السوبر يوم 25 قدام سيراميكا كليوباترا. فده اللي بيوريك تتوالي البطولات بالشكل ده. 7 بطولات في غضون 3 شهور، دي مشكله كبيره هي اللي اثرت، ليها دور كبير في تاثير على اداء النادي الاهلي، بخلاف طبعا بعض الاخطاء اللي وقع فيها مارسيل كولر واللي عالجها امبارح وهقول لك ازاي، بخلاف التطور الكبير قوي لبعض اللعيبه اللي ادوا افضل مباراه ليهم السنه دي. يعني في ال 17 مباراه دول نعد كده، محمد هاني افضل مباراه اداها السنه دي، علي معلول افضل مباراه اداها السنه دي، نفس الكلام مروان عطيه برضو، حسين الشحات افضل مباراه، كهربا افضل مباراه. يعني انا بكلمك على اكتر من نص التيم افضل بيرفورمانس ليهم السنه دي هو كانت في مباراه امبارح. ارجع بقى للحته اللي انت بتقولي توقع ولا ما تتوقعش، انا قبل المباراه حطيت كده 6 نقاط شفت ان هم من العناصر السلبيه في اداء النادي الاهلي السنه دي وتسببوا في خسارته للقبين من الالقاب اللي لعب عليها. لان على فكره الاهلي بيلعب السنه دي على 9 بطولات سنه واحده، 9 بطولات 7 منهم هيكون بعد اسبوع بدا يشترك فيهم بالفعل، وفي بطولتين اخريين بقى هم اللي الفاضلين، اللي هم ايه، اللي هم كاس الرابطه والكاس الجديده اللي لسه ما لعبناش فيها ولا مباراه لسه. فكانت المشاكل ديت هي اللي مأثره على اداء النادي الاهلي. ايه الـ6 عوامل وازاي عالجهم مارسيل كولر؟ اول حاجه قلت عشان يفوز النادي الاهلي لابد من توافر الـ6 عوامل وما ينقصوش عنصر واحد، لان لو واحد منهم سقط ممكن الاهلي ما يقدرش يفوز على اتحاد العاصمه. سبحان الله الـ6 عوامل توفر. نمره واحد فيهم هو اللعب قدام الفريق الكبير زي اتحاد العاصمه باسلوب الدفاع الكومباكت. الدفاع الكومباكت ده اللي يعرفوه المدربين، انك لازم تكون مضيق الخطوط ما بين اول خط في الامام راس الحربه وبين اخر لعيب في الدفاع في السيرد باك، ما يكونش اكتر من 40 ياردة. فاللي بيحصل كان من النادي الاهلي ايه، ان في المباريات بعض المباريات الكبيره لعيبه الدفاع بيخافوا فيفضلوا مؤخرين ورا، وانا في الهجوم اللعيبه المهاجمين بيلعبوا لقدام فبيحصل ستريتش للملعب بطول الملعب كله. ده زي ما يكون انا جايب قماشه، حته قماش طولها متر عايز اغطي بيها مثلا مكان طوله مترين، اما هشد القماش هيحصل ايه؟ هتتقطع اكيد. فلما بيتفتح الفريق او بيحصل ستريتش للفريق كده بتحصل الثغرات ما بين وسط الملعب والدفاع بالذات، ودي كانت مشكله اللي الاهلي اتعرض لها في الدوري الافريقي وخسروا، واتعرض لها في عديد من المباريات حتى في الدوري المحلي. امبارح النادي الاهلي لعب الدفاع الكومباكت كما يقول الكتاب. حتى اولا بدا يلعب في نص ملعب بس، فبالتالي كان ضامن تقليل المساحات على اللعيبه المهره زي رومارينيو زي كريم بنزيما كورونادو، اللعيبه كانتي، اللعيبه اللي هي اللي تملك المهاره، فقفل عليهم الطريق. دي اول عنصر. العنصر الثاني كان اما النادي الاهلي كان بيسترد الكره، يعني فريق كره مع الفريق المنافس، اما بيسترد النادي الاهلي الكره كان دايما التنقل ما بين الخط الدفاعي والهجوم بطيء جدا. اول مره الاهلي يعمل سرعه نقل الهجمه بهذا الشكل وهذا الاتقان كمان. بالظبط بالظبط. يعني بمعنى ايه، ان الاهلي مثلا كان بيقطع الكوره ممكن كانت توصل من منعم لمروان عطيه لكهربا 3 نقلات وصلت الكوره للتلت الهجومي مباشره، ودي ظهرت بشكل كويس قوي في الهدفين الثاني والثالث. الاهلي ما عاناش من البطء الشديد اللي كان بيعاني منه. ثالث عنصر هو منع الكرات العرضيه. النادي الاهلي عنده مشكله كبيره كان في التمركز في الكرات العرضيه الملعوبه جوه منطقه الجزاء، سواء من الكرات المتحركه من الاجناب او من الضربات الثابته. المشكله اللي عانى منها الاهلي دي في الكرات العرضيه كانت تستوجب حاجتين،
اهم عنصر فيهم ان انا اقلل الكرات العرضيه دي. انا يمكن لما بقول لك في بدايه كلامنا في لعيبه لعبوا افضل مبارياتهم السيزون دوت حددت محمد هاني وعلي معلول لان هم كانوا اقل بكتير من مستواهم السنه اللي فاتت. امبارح قفلوا الجنبين والطرفين امام الاجنحه رومارينيو وكورونادو وحتى الظاهرين اللي بيكملوا كانوا في الاطراف بشكل كويس قوي مهند الشنقيطي وزكريا الهوساوي فقفلوا عليهم السكه تمام. الحاجه الايجابيه ان انا ما قفلتش الاجنب بالباكين بس، لا كان بيرجع طرفين الملعب وكان بيرجع كمان الجناحين اللي هما بيرسي تاو في اليمين والشحات في الشمال بيأدوا أدوار دفاعية. ده خلى النادي الأهلي ما يعانيش من الكرات العرضية. أدي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التعامل مع الضربات الثابتة، والضربات الثابتة التعامل معها دفاعا وهجوما. يعني لو في ضربة ثابتة على الأهلي في نص ملعبه إزاي يتعامل معها دفاعيا، لو في ضربة ثابتة بقى للأهلي في الناحيه الهجوميه ازاي يتعامل معاها عشان يسجل منها. لو تلاحظي ان كان احد المشاكل الكبيره للاهلي في الدوري وفي بطوله افريقيا وفي كل البطولات كان مشكلته في التعامل مع الضربات الثابته. كان بيجي للاهلي 12 كورنر بيجي له ضربات ثابته جوه منطقه الجزاء او بره منطقه الجزاء 5-6، يعني عنده 20 ضربه ثابته حوالين المنطقه وما بيجيبش ولا جول، ما بيسجلش ولا هدف زي مباراة سموحة في الدوري. فإزاي الأهلي يصلح النقطة ديت كانت نقطة مهمة جدا. يستغل الضربات الثابتة اللي بتجيله من مواطئ ممكن يكون بيسجل منها. بالظبط. لا ده كمان في الناحية الدفاعية إزاي التمركز الصحيح. أفضل تمركز للاعيب النادي الأهلي في الحالة الدفاعية في 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 السنتين اللي فاتوا كان في مباراة الأمس. في الضربات الثابتة كان ازاي بيوقف منعم والرقابه على وياسر ابراهيم وازاي بيرجع كان امام عاشور وبيرجع مروان عطيه وبيرجع الاطراف كمان في بعض الاوقات وكان ساعات كهربا كمان بيبقى موجود جوه المنطقه. فالتمركز السليم ده حرم فريق اتحاد جده من انه يلعب اي ضربه راسيه. لو تلاحظي الضربه الراسيه الوحيده اللي اتلعبت على الاهلي في المباراه هي اللي جت جول، اللي هي في الوقت بدل الضايع. الكوره اللي حطها حجازي ارتدت من ايد الشناوي، على فكره جت في ايد الشناوي كانت هتخش جول، لكن جت في ايد الشناوي ارتدت من عرضه لكريم بنزيما كمل. فدي كانت نقطه مهمه جدا جدا. النقطه نمره 5 اللي هي عنصر السرعه والمهاره في موقف واحد ضد واحد. انا قلت قبل المباراه وقلتها موجوده حتى كتابه وفي برامج كتير طلعت فيها ان الطرفين بتوع الاهلي وراس الحربه في موقف ضد واحد ضد واحد كلهم اسرع من لاعبي اتحاد جده. يعني لو بيرسي تاو مع زكريا الهوساوي موقف واحد ضد واحد بيرسي تاو امهر منه واسرع منه. لو ناحيه الشمال الشحات مع مهند الشنقيطي اسرع منه وامهر منه. لو كهربا مع اي حد من الاثنين قلبي الدفاع حسن قادش او حجازي هو اسرع منهم وامهر منهم. فبالتالي عندك ثلاثه لازم كانوا يستغلوا دي. افضل استغلال للسرعات والمهارات شفنا ان حتى زكريا الهوساوي لعب شوط واحد خده رايح جاي بيرسي تاو مع محمد هاني فاجهد وخرج من الشوط الاولاني. نفس الكلام الشحات وتغير برضو مهند، يعني الاثنين اول اثنين اتغيروا في فريق اتحاد جده هم الطرفين اللي انا كنت بقول يمكن استغلالهم واستغلهم الاهلي على الوجه الامس. سادس نقطه بقى والاخيره هي ربما الاهم، ان ما فيش اهدار للفرص. برافو عليكي. انا كنت عايزه اقولها دي بس قلت استنى يمكن حضرتك هتقول. لا فعلا ده احنا ياما اتكلمنا في الفتره اللي فاتت ان مشكله اهدار الفرص. وضربت كنت دايما بضرب مثل بالدوري الافريقي. اربع مباريات لعبهم الاهلي اهدر فيهم 29 فرصه بالظبط، والمعدلات العالميه انك تسجل من كل ثلاث فرص مؤكده. انا بتكلم مش الفرص العاديه، يعني المؤكده تسجل هدف. تخيلي النادي الاهلي كان ممكن في الدوري الافريقي يسجل، هو ما سجلش غير في مرمى سيمبا 2-2 سجل هدفين وواحد واحد سجل ثلاث اهداف بس. لو كان سجل مش تلت بقى الفرص ده خمس الفرص كان زمانه مسجل 6 أو 7 اهداف اخرى في بطوله الدوري الافريقي وكان زمانه خد اللقب. لكن اهدار الفرص كانت ظاهره خطيره جدا. امبارح الاهلي ضيع بعض الفرص برضه، بس اول فرصه كهربا دخل وخد ضربه الجزاء وتسجلت. لو تفتكري ماتش سان داونز اما جاء الاهلي ضربه جزاء في الدقيقه 12 كانت تغير تماما شكل المباراه، ضاعت. امبارح علي معلول سجلها. اول فرصه في الشوط الثاني سجل منها الشحات. ثاني فرصه في الشوط الثاني
سجل منها امام عاشور بتمريره كهربا. شوف الدور بتاع كهربا في خلق الفرص، له دور في الثلاث كور. الاولانيه هو بيجري بين حجازي وقادش وقدر ان هو يعني يحطهم في ظهره، اكبر قادش انه يلمس الكوره في ضرب الجزاء. الثانيه التمريره الحلوه قوي للشحات من بره المنطقه، وهو كان ممكن هو يكمل او يسدد، لكن لعبها بانكار ذات حلو قوي للشحات. وفي الثالثه كان برضو وهو من وضعيه الجناح كده كان ممكن يطمع فيها ويسجل، لكن حطها لتحت لامام عاشور. استغلال الفرص ده، دي مشكله كبيره كانت عند النادي الاهلي. افضل ما اداها كانت في مباراه امبارح. طب دي حقيقة يعني ست نقاط قدر النادي الأهلي يكون بيتفادى أخطاء حصلت ممكن نقول في الماتشات اللي فاتت، ولكن بفوز في 90 دقيقة قدر النادي الأهلي يكون بيحقق أرقام مميزة جدا بعد فوزه على اتحاد جدة بالثلاث أهداف مقابل هدف. ممكن تستعرضها معانا؟ أنا كنت سجلت خمس يعني أرقام عملهم النادي الأهلي في ماتش امبارح، وهم قابلين كلهم للزيادة بعد تأهله. أول عنصر هو الوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم للأندية للمرة السادسة. لم يصل أي فريق للمربع الذهبي، أي حتى بما فيهم ريال مدريد اللي هو أكتر من فاز باللقب، لأنه وصل الخمس مرات، الخمس مرات الأهلي ست مرات امبارح وصل للمربع الذهبي. خلي بالك من تسع مشاركات، ست مشاركات يعني التلتين تقريبا مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بيقدر إنه يوصل للمربع الذهبي. حاجة بقى الظاهرة اللي ممكن محدش ركز معاها قوي في الفترة اللي فاتت، إن النادي الأهلي في بداية مشاركاته في كأس العالم للأندية كان ماشي على سطر ويسيب سطر. يعني إيه؟ أول مشاركة 2005 خرج من ماتش الدور 8 دوت، وكان قدام اتحاد جدة برضه خسر 1-0 بهدف محمد نور وقتها، وما كملش في البطولة وطلع في المركز الأخير. 2006 وصل للمربع الذهبي وخد الميدالية البرونزية. 2008 كان خسر قدام باتشوكا المكسيكي وخرج برضه وما كملش في البطوله. 2012 وصل للمربع الذهبي بس خد رابع وقتها. 2013 خرج برضه من الدور الاول امام جوانزو ايفرجراندي على ما اذكر كده الكوري، فخرج من الدور ده. يبقى بص 2005 خرج، 6 كمل، 8 خرج، 12 كمل، 13 خرج، 20 أول مرة النادي الأهلي أربع مرات متتالية في نسخ 2020 و2021 و2022 و2023، علما بأن نسخ 2020 و2021 و2022 اتلعبت في فبراير من السنة التالية. يعني بتاعت 2020 اتلعبت في فبراير 2021، 21 اتلعبت في فبراير 2022 وهكذا. الأربع مرات الأخيرة كلهم وصل للمربع الذهبي. إذن ست مرات ده رقم قياسي. الحاجة التانية، النادي الاهلي هو اكثر الانديه لعبا في مونديال الانديه. لو قدر ربنا انه خسر قدام اتحاد جده كان هيلعب المباراه دي بس وهيوصل الى 23 مباراه، لانه عمل 22 مباراه. الاهلي بفوزه امبارح ضمن يوصل الى المباراه رقم 25 بالظبط. ليه بقى؟ لانه كده كده هيلعب مع فلومينينزي، وكده كده هيلعب يا ثالث ورابع، او ان شاء الله باذن الله يوفق لاول مره انه يلعب نهائي يوم 22. يبقى كده كده الاهلي هيوصل بمبارياته ال 25 مباراه. وسع الفارق في اكتر عدد من المباريات اللي بيلعبها فريق في كاس العالم مع نادي اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي قبل البطوله دي كان لعب 16 مباراه، بالرغم من انه الاكثر مشاركه في العالم، شارك في 11 بطوله، لكن كان لعب 16 مباراه، لعب مباراه واحده وخرج، فخلاص بقى 17 مباراه. اما الاهلي هيوصل ل 25 مباراه، يبقى وسع الفرق لكام؟ 8 مباريات فرق كاعلى الارقام الانديه المشاركه. النادي الاهلي امبارح عاشر انتصار في كاس العالم للانديه. اكتر نادي فاز في نهائيات كاس العالم للانديه هو ريال مدريد 12 مباراه. الاهلي ده الانتصار العاشر. لو قدر ربنا ان الاهلي يفوز باللقب، طبعا ده صعب شويه يعني، مش عايزين هيتعادل معاه، لكن هيتعادل معاه. والاهلي ضامن يوصل لكاس العالم القادمه اللي هي نمره 10 اللي هي 2025 من دلوقتي كبطل ل 2021 طبعا. فلعب فاز في 10 مباريات قابله للزياده لو حقق اي انتصار في المواجهتين المتبقيتين لسيمي فاينل والمباراه بقى الحاسمه على المركز الاخير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ايضا حسين الشحات كان عنده رقمين. حسين الشحات واحد من اللعيبه اللي سجل امبارح اربع اهداف في اربع بطولات لكاس العالم. هدف مع العين وثلاث اهداف مع النادي الاهلي عشان يبقى عنده اربع اهداف في البطوله ويخش في زمره، يبقى هو هداف النادي الاهلي بشكل عام
في البطولة كأس العالم للأندية، أكتر لاعب سجل في كأس العالم للأندية، سجل 3 أهداف. الحاجة بقى المهمة برضو اللي الشحات عملها، الشحات كان الأكتر لاعب لعب في نهائيات كأس العالم للأندية، كان لعب 12 مباراة. اللاعب تاديل إيفاندي، تاديل لاعب أوكلاند سيتي، كان لعب 11 مباراة قبل البطولة دي. لو كان نزل الملعب ولو دقيقة في مباراتهم مع اتحاد جدة كان هيعادل رقم الشحات، لكن تشاء الأقدار انه ما يلعبش المباراة دي فيقف رصيده عند 11 مباراة بس، والشحات 12. امبارح الشحات لعب المباراة رقم 13، فعند الشحات كمان فرصة انه يلعب ماتشين فيوصل ل 15 مباراة كأكتر لاعب لعب في كأس العالم للأندية بفارق 4 مباريات. دي الخمس أرقام اللي عملها النادي الأهلي، أرقام مميزة جدا لتاريخ النادي الأهلي الكبير من المشاركات في كأس العالم للأندية على مدار أجيال مختلفة، ولكن بيبقى للنادي الأهلي هوية مميزة بيحافظ عليها كل الأجيال اللي بتلبس تيشيرت النادي الأهلي. ولسه كمان هنكمل كلامنا بشكل أكبر عن المباراة، وكمان هنروح لبعض الملفات الأخرى مع الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي اللي بضيافتنا النهاردة. خليكم معنا مشاهدين ادينا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، الدكتور طارق الادور منورنا في حلقتنا النهارده. يا دكتور برحب بحضرتك مره تانية، خلينا كده ناخد رايك بما انه امبارح الاداء الجماعي كان مسيطر على شكل النادي الاهلي وتالق اكبر عدد ممكن من اللاعبين اللي حاضرين في الملعب، ده اللي خلى شكل النادي الاهلي وادائه مميز بالشكل ده. لو هتدي صوتك لافضل لاعب شارك امبارح مع النادي الاهلي، هتعرف تختار لاعب واحد ولا صعب؟ بصي، هو في مثل هذه المباريات اللي بيكون الاداء الفردي والجماعي للفرقه بشبه هذا الشكل صعب قوي انك تختاري لاعب واحد، بس انا لو هختار كلمه واحده هختار الشناوي كافضل لاعب في هذا اللقاء. ليه الشناوي؟ اولا الشناوي لعب واحده من افضل السنه دي على فكره في الفتره اللي لعبها الاهلي، يكاد يكون اللاعب الوحيد اللي محافظ على مستواه في كل المباريات، اخطاء قليله جدا، مفيش زيرو اخطاء، يعني مفيش حارس مرمى عنده صفر اخطاء طبعا. لازم يكون في عدد، بس الاخطاء كلما قلت. ايه اللي خلى مثلا عصام الحضري زمان كان من الحراس الكبار عنده اخطاء وياما وقف اخطاء، بس ايه قليله. الشناوي هو على هذا الخط ان هو اخطاء قليله والبرفورمانس او مستوى الاداء بيوصل للقمه، يعني يمكن افضل مباراه اداها السنه دي الشناوي كانت مباراته مع المنتخب امام سيراليون اللي اقيمت في ليبيريا في الجوله الثانيه من تصفيات المونديال. دي مباراه تتحط تحت بند الاعجاز انه يطلع بشباك نظيفه من 9 انفرادات في المباراه دي، فدي المباراه الاعلى. امبارح كانت ثاني افضل مباراه يأديها الشناوي، وعايز اقول لك في كل مباراه حاجه اسمها الماستر سين، عارفه الفيلم المخرج يحط لك كده العقده بتاعه التصويريه عاليه بقى وكده، العقده بتاعه الفيلم اللي بعدها بتتغير مسار الفيلم ككل تويست كده بالظبط. ايه بقى الماستر سين في الماتش؟ ضربه جزاء لاتحاد جده في الوقت بدل الضائع للشوط الاول تيجي تبقى 1-1 1-1 تعقد جدا الامور، كان ليه تصدي برضو في اول 10 12 دقيقه برضو كان مميز. انا معاكي في دي، بس ضربه الجزاء اللي في وقت بدل ضايع تخلي النتيجه 1-1 بدل 1-0 ديت ماستر سين بتاع الفيلم بتاع امبارح اللي هو الماتش بتاع امبارح. لان هي غيرت تماما شكل المباراه في الشوط الثاني، الاهلي نزل 1-0 فهم فتحوا خطوط الملعب خالص، فتحت الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي، استغل السرعات زي ما قلنا وجاب جاب جولين في لسه بنتكلم في دقيقتين 59 و62 تقريبا، يعني بنتكلم في ربع ساعه من الشوط الثاني اصبحت النتيجه 3-0 فقفلت المباراه. فده اللي خلاني اقول ان الشناوي يستحق اللقب احسن لاعب في المباراه. طيب الماتش اللي جاي، يعني طبعا الاجواء الاحتفاليه اعتقد ان هي النهارده هتكون بتغلق تماما، يعني بالنسبه للنادي الاهلي وبعثه بالكامل للتركيز في لقاء نصف النهائي اللي هيكون يوم الاثنين امام بطل كاس ليبرتادورس الفريق البرازيلي فلامينينزي. تعرفنا عنه ازاي؟ مشاركاته اعتقد مش كتيره قوي يعني في كاس العالم للانديه، ولكن مدى خطورته بالظبط اول مره.
شوفي نادي فلومينينزي الناس ما كانتش عارفه اسمه قوي يعني، لانه حتى بالذات كان في المربع الذهبي في بتاع كوبا ليبرتادوريس اللي هي البطوله بتاعت امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم للانديه، كان مع ثلاث فرق تقيله قوي واسمها معروف يعني بالميراس لعب حتى مع النادي الاهلي مرتين وكل الناس عارفاه، بوكا جونيورز الارجنتيني من افضل الفرق في امريكا الجنوبيه وعنده جمهور ايه حاشد في كل مكان، بنشوف مشاكل بسبب الفريق ده هو ريفر بليت كل ريفر بليت طبعا هو مع ريفر بليت اتنين ديربي هناك حاجه من اكتر من الاهلي والزمالك عندنا وكان معاهم انترناشونال بورتو اليجلي يعني تلات انديه معروفه ومشهوره اكتر من فلومينينزي، لكن فلومينينزي من افضل فرق العالم الان في اسلوب التيكي تاكا بتاع امريكا الجنوبيه، يعني فرقه لا تكل ولا تمل من التمرير، كسبوا كوبا ليبرتادورس بفضل التمرير ده، على فكره معاهم مارسيلو نجم ريال مدريد الكبير وهو عدى ال 36 سنه دلوقتي، ومعاهم كينو كمان وكينو طبعا اللاعب اللي كان شفناه في نادي بيراميدز وواجهه النادي الاهلي اكتر من مره في المباريات اللي كانت بين الاهلي وبيراميدز في الفتره ديت، يعني فرقه انا بتكلم ان انت سيبك من ان مارسيلو مثلا كان نجم كبير في ريال مدريد او كينو لعيب عنده مهارات عاليه ولا زال مسجل انه اغلى لاعب في تاريخ مصر كان 9 مليون دولار لما جه لنادي بيراميدز في بدايه تحول اسمه من الاسيوطي الى بيراميدز، فبنتكلم ان هي فرقه ممكن يفضل ينقل في الكوره بلا كلل او ملل لفتره كبيره جدا، يعني هتشوفي منظر تقريبا قليل قوي في العالم حتى بالنسبه لمانشستر سيتي اللي هو بعتبره افضل فرقه بتلعب كوره على الارض وتمريرات كتير في العالم دلوقتي، افضل منه كمان في انه هتشوفي باك يمين ينقل الكره للسيرد باك، سيرد باك يحطها للاعب في نص الملعب، نص الملعب ده يحطها لجناح، الجناح يرجع بيها لورا ويحطها تاني للعيب في نص الملعب، هتلاقي تمرير كتير جدا جدا جدا، ولو النادي الاهلي ما عملش نفس اللي عمله مع اتحاد جده في انه يقفل المساحات عشان هم مهره جدا في التمرير دوت هيصعب المأموريه عليه جدا. فلومينينزي واخد كوبا ليبرتادورس ويتأهل كاس العالم لاول مره، لكن فرقه عندها الحلول الكتير قوي في الناحيه الهجوميه، اعتقد ان هي هتكون مباراه صعبه، لكن النادي الاهلي لو لعب بنفس الاداء مستوى الاداء اللي اداه قدام اتحاد جده ممكن جدا ان شاء الله يتغلب على فلومينينزي ويوصل الى المربع الذهبي. بنتمنى ان شاء الله، يعني مباراه برضو خارج التوقعات، ولكن باذن الله كمان اداء النادي الاهلي ما يكونش زي اتحاد جده في المباراه دي، ولكن يكون اعلى، لان يعني اداء التصاعدي برضو من سمات البطولات المجمعه حتى لو على مدار ايام قليله، فان شاء الله النادي الاهلي يكون بيستغل الاستفاقه العظيمه دي في مباراه اتحاد جده ويكون بيبني عليها اداء اكبر واقوى في المباراه القادمه في نصف النهائي امام بطل البرازيل فلومينينزي. نروح بقى للاجواء المحليه، ماشي. نرجع تاني بقى لشكل دوري نايل، احنا تابعنا او حتى الان بنتابع يعني الجوله التاسعه من بطوله الدوري المصري ونادي الزمالك في اخر جوله، بالرغم ان هو يعني كابتن معتمد جمال كان ماشي بسجل يعني عظيم جدا من الفوز والانتصارات، خسر في اخر مواجهه امام المصري امام الكابتن علي ماهر وبهدف نظيف، ولكن يعني سر تفوق الكابتن علي ماهر على الكابتن معتمد جمال في هذه المباراه من وجهه نظرك؟ بصي هو نادي الزمالك يعني الحقيقه في وضعيه حرجه وصعبه جدا، ان هو مفيش قيد وانه كمان ساب بعض اللعيبه اللي كانوا من عناصر التشكيله بتاعته الاساسيه، فان انا السكواد بتاعي قل وكمان ما اقدرش اضيف عليه في فتره الانتقالات نتيجه وقف القيد، دي مأمورية صعبه جدا لنادي الزمالك، لكن بمنتهى الامانه انا قلت من بدايه ان حتى الزمالك خلاص عرفنا ان في وقف قيد وبالتالي مش هيضيف على القائمه بتاعته، ان نادي الزمالك عنده باللعيبه اللي موجوده القدره على ان هو يفوز بالقاب السنه دي، حتى لو ما كانش الالقاب دي هي الدوري، لان الدوري مشواره طويل شويه طبعا، اصعب بطوله لأي نادي مصري هي الدوري، لانه بيلعب 30 مباراه وبيلعب كل المستويات، نفس طويل وبيحصل تغيرات ولاعيبه بتتصاب ومدربين بيتغيروا بالظبط، لكن بالنسبه لنادي الزمالك بالذات عنده اللعيبه اللي تقدر تأدي ادوار دلوقتي في قصيره المدى، يعني انا مثلا بشوف ان الزمالك عنده بطوله
قريبه ان هو ممكن يقدر يفوز بيها اللي هو الكاس القديمه. ناقص له مباراه نهائيه مع الزمالك. انا بشوف ان في المباراه الزمالك الاهلي والزمالك اللي كانت المفروض انها تكون يوم 15 فبراير لكن هتبقى دلوقتي في مهب الريح لان انت عارفه الميعاد ده كان ميعاد اللي هيلعب فيه الاهلي والزمالك. طيب الاهلي هيكمل في كاس العالم للانديه مش هيقدر يلعب مباراته في الجوله الرابعه مع بلوزداد. فالمباراه ديت مفيش حل ليها الا هي تتعمل بعد كاس الامم، وكاس الامم هتخلص 11 فبراير يبقى تتلعب 15. وده اللي كاف اكتر بيه بالفعل النادي الاهلي وبطبيعه الحال الاتحاد المصري بالظبط. فهتضطر تطرحها للكاس. فعندنا كمان الزمالك بيلعب على اكتر من بطوله. بيلعب الزمالك على بطوله الكاس الجديده اللي لسه ما لعبناش فيها ولا مباراه. عنده كمان بطوله كاس الرابطه ممكن يقدر ينافس عليها. عنده بطوله بقى ودي الاهم من وجهه نظري الكونفدراليه. ليه؟ لان الكونفدراليه السنه دي اسهل من البطولات اللي بتاعت السنوات اللي فاتت كلها. والزمالك فعلا هو افضل فريق فرديا وجماعيا بالمجموعه اللي موجوده ديت بين كل الفرق المشاركه في الكونفدراليه بما فيها حتى اتحاد العاصمه ونهضه بركان مع الزمالك هم اقوى فرق بطوله الكونفدراليه من وجهه نظري. فانا يشوف الزمالك يحط تارجت اول السنه دي فيما تبقى من الموسم هو بطوله الكاس الكونفدراليه. لانها وانا قلتها في بعض البرامج برضو عندكم هنا في اون تايم سبورتس ان هي الزمالك عنده فرصه انه يوصل لكاس العالم انديه 2025 لو فاز بالكونفدراليه وسقطت فرق كتير موجوده قبله في التصنيف لان في بطوله فريق من الفرق الاربعه اللي هتمثل افريقيا في كاس العالم الانديه 2025 في امريكا وكندا والمكسيك اللي هتقام ان شاء الله في 2025 في فريق هيوصل من افريقيا بالتصنيف. الزمالك تصنيفه الوقتي على السنوات الاخيره الاربعه الاخيره هو نمره 13 بس عنده فرصه في النقاط لو فاز بالكونفدراليه باسلوب احتساب النقاط احنا يعني مش فيش وقت نتكلم عنه دلوقتي انه يقدر يوصل الى كاس العالم للانديه لو سقطت بقى الفرق اللي هي المنافسه ليه على الصعود. إجابة بس سريعة علشان نروح للدوري بسرعة علشان احنا قربنا نختم مع تجديد لفتوح ولا لا بالظروف كلها وبالمعطيات كلها؟ فتوح لعيب مهم جدا في نادي الزمالك. انا بشوف ان هو مهم جدا هو وزيزو اتنين يعتبروا كي بلايرز في فريق الزمالك دلوقتي فلازم تتحل الازمه دي ويبقى فتوح. انا بشوف هو خلاص التصق اسمه بنادي الزمالك والتجارب كتير قوي اللي بتقول ان لعيب اتولد واتربى ونشأ في نادي اما بيغير ما بيقدرش يؤدي بنفس البرفورمانس يعني. طيب نروح للدوري بشكل عام نظره سريعه كده من حضرتك على الدوري حتى الان. الدوري هيبقى من اصعب الدوريات بس ما تتكلميش عن الدوري ولا حد هيقدر يتكلم عن الدوري خالص الا بعد شهر فبراير اللي جاي بعد كاس الامم. ليه؟ بعد كاس الامم كمان وهيرجعوا الانديه الاربعه عندهم مباريات الجوله الخامسه والسادسه في خلال شهر فبراير اخر فبراير في بطولتي الدوري الابطال والكونفدراليه هيبقى صعب قوي. فهنتكلم عن الدوري. انا بشوف ان الدوري المنافسين الاساسيين على بطوله الدوري السنه دي الاهلي وبيراميدز. هل هيقدر الاهلي بعد هذا الكم من المباريات المتلاحقه انه ما يفقدش نقاط كتير؟ اللي ممكن يستغل دي بيراميدز، لكن الزمالك حتى الان برضو فقد نقاط كتير يعني حقيقة. خلي بالك ان هو فقد 13 نقطه في الثمان مباريات اللي لعبهم فده عدد كبير قوي من النقاط. لو الزمالك حافظ لان انا بقول لك من دلوقتي ان مؤكد ان في ظروف الاهلي وارتباطاته الكتيره دي هيفقد نقاط. مين اللي ممكن يستغلها؟ انا من وجهه نظري الزمالك وبيراميدز. بس الزمالك فقد كتير انما بيراميدز ما فقدش كتير. بيراميدز فاقد حتى الان 7 نقاط الاهلي فاقد 4 يعني فرق بينهم 3 نقاط. فهي دي النقطه اللي هتحدد مسار الدوري. ان شاء الله نكون بنتابع يعني في الفتره اللي جايه. طبعا منتخب مصر يعني قلبا وقالبا هيكون كل الاهتمام بيه في الفتره اللي جايه ومع تواجد باذن الله منتخبنا الاول في منافسات كان 2024 في كوت ديفوار. احنا سريعا هنستعرض مع حضراتكم اجابات سؤال حلقتنا النهارده، مين هو افضل لاعب في مباراه امبارح الاهلي واتحاد جده من وجهه نظركم؟ وزي ما بنقول كده من كتر ما كل اللعيبه تالقت فكان في اختلاف في اراء حضراتكم. نبدا مع احمد عبد الحميد، صباح الخير. رايي انه افضل لاعب طبعا امبارح كان امام عاشور. محمد حجازي بيقول الشناوي ومحمد هاني. محمد الوكيل بيقول كهربا لانه ساهم في الـ3 اهداف للاهلي. ومحمد عادل بيقول امام عاشور الشناوي وكهربا.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي والمعلق الرياضي في ضيافتنا النهاردة، نورتنا وأفدتنا ودايما يعني بيسعدنا وجود حضرتك معنا يا دكتور. شكرا ليك وإن شاء الله كل التوفيق للأهلي بقى في مباراة الاثنين إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله نكون بنحتفل كده يوم الثلاث مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، بكرة بإذن الله في نفس الميعاد يتجدد لقائنا مع حضراتكم في حلقة جديدة من صباح أون تايم.